معانا مين من السويس؟ الحاج سامي من كفر الشيخ، اهلا بيك. اهلا يا باشا، اهلا وسهلا. اتفضل يا حاج سامي. السلام عليكم حاج سامي. السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ الحمد ازي لله، صح؟ الحمد لله، اهلا بيك. احنا عندنا مشكلة، واذا كانت تكون على مستوى الجمهورية، ايوه الصرف المغطى يا باشا ايوه ما فيش اي اهتمام بيه. ايوه الصرف المغطى بعد ما كان نعمة بقى نقمة، لانه بقى بيدخل المية من مستوى الارض لفوق. صح. لا وطي التلفزيون لو سمحت خالص، واسمعني من التليفون بعد اذنك. ماشي يا باشا. فالصرف المغطى عندنا دي مشكله كبيره جدا جدا جدا، ايوه وفي القانون بينص على صيانه دوريه للصرف المغطى. ما فيش حد عارف حاجه، وفي مكان بيضخ الميه في الخراطيم بتاعه الصرف المغطى الفرعيه، لا المكان ده بايظ خالص خالص خالص. واخد بالك؟ الجرار اللي بيضخ الميه والمكنه اللي بتضخ الميه، هنا انا طالب المعاينه الفوريه. مفيش حاجه خالص. حاج سامي انت عاوز المعاينة الفورية، انت فين بالظبط؟ في محافظة كفر الشيخ، في انطوبس، في مطوبس. مركز الحوض مطوبس، بتاعك والارض بتاعتك مكانها ايه او اسمها ايه بالظبط؟ في وقف ابلي ومنية المرشد في بني بكار. منية المرشد بني بكار. اي حاضر يا حاج سامي. سعادة الباشا كمان المسؤولين الري، مسؤولين ايوه الري، ما هو طبعا احنا هنتابع مع وكيل المعترف وزارة الري. الفرعيه دي يقول لك انا ماليش دعوه بيها، اروح للزراعه يقول لي كلم الري، اروح للري يقول لي كلم الزراعه. واخد بال سيادتك؟ امال انت تبع مين؟ يعني لما يكون في صرف مغطى لا تبع الري ولا تبع الزراعه، تبع مين؟ تبع وزاره الري برضه. انت تبع الري تقريبا، لكن برضه لازم يكون في تواصل مع وكيل وزاره الري ووكيل وزاره الزراعه. يعني لما يجي والله بقى، ما لما يجي في فلاح عنده تواصل مشكله في نهائي. الري لوكيل وزاره الزراعه، المفروض ان هو يوصله بالمسؤول عن الري. كمان الصرف العادي بقى، المصارف العادية ولا المراوي العادية، علشان واحد سابق عليا المية او واحد عامل المصرف ليه ما يقعد سنة واتجه للقضاء عمل ما عمل المصرف، يكون الارض راحت. ايوه ليه مفروض معاينة وتنفيذ فوري للتطهير؟ ايوه طيب واخد بالك؟ احنا انما طبعا انا الاهالي عايز حضرتك واحد بكره عاوز يتاخر حاج سامي، وتاني مش عاوز يتاخر. احنا هنتواصل مع وكيل وزاره الري، وعايزك بكره ان شاء الله تبقى موجود عند وكيل وزاره الزراعه تبلغه، واحنا هنتواصل معاه علشان يبقى في تنسيق ما بين الزراعه والري، بحيث ان مشكله المصارف يبقى ليها حل سريع في هذه المنطقه. وكيل وزارة الري. ايوه بكره ان شاء الله. والله شكرا ماشي يا باشا، شكرا يا شكرا. حاج سامي.